أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تنصحنا بالذهاب معها في هذه الأزمان، ومن هم علماؤها؟ أنا لا أعلم الغيب ولا أعرف الناس، لكن أقول من كان، أنا أعطيك ضابط أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من هي الفرقة الناجية إلا واحدة، قال هي من كان على ما أنا عليه وأصحابه، هذا هو الضابط، من سار على هذا المنهج فهو الفرقة الناجية. أما أن يحكم على الناس وأقول هذولا ولا ذولا ما أدري، الله أعلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.